السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على هنستكمل رحلتنا مع القانون المدني. والقانون المدني زي ما احنا عارفين أهم ما فيه، يعني هو كله مهم، هو أبو القوانين، ولكن العقل مهم جدا. عشان كده أنا يعني بحاول إن أنا أوضح لحضراتكم الفرق بين العقود وبعضها. في الفيديو السابق احنا اتكلمنا او انتهينا عن العقد المسمى والعقد غير المسمى. ان شاء الله هيبقى يعني الفيديوهات هتكلم مع حضراتكم، هقرا لكم من الكتاب وأنا بقرأ لكم من تعتبر أرفع موسوعة في القانون المدني، وهي موسوعة الدكتور السنهوري. فأنا إن شاء الله هقرأ من الكتاب، واللي هيبقى محتاج يعني توضيح وشرح هوضح. فالعقود المسمى، العقد المسمى والعقد غير المسمى. العقد المسمى هو ما خصصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعامله. والعقود المسمى في القانون إما أن تقع على الملكية، وهي البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح، وإما أن تقع على المنفعة، وهي الإيجار وعارية الاستعمال. أما أن تقع على العمل، وهي المقاولة أو وإما يعني أن تقع على العمل وهي المقاولة والالتزام والتزام المرافق العامة وعقد العمل والوكالة والوديعة والحراسة. ويضاف إلى ذلك عقود الغرر، وهي المغامرة والرهان وعقد التأمين وعقود التأمينات الشخصية والعينية والكفالة والرهن الرسمي ورهن الحيازة. ويلاحظ أن العقد المسمى في غير النصوص التفصيلية التي تولت تنظيمه يخضع للقواعد العامة التي يخضع لها ثائر العقود. الخلاصة هنا بيتكلم عن انه العقود المسمى دي هي عقود القانون اطلق عليها اسم ووضع لها تنظيم معين. يعني احنا سيبنا من كل الاسماء اللي هو ذكرها، عقود البيع وعقود العمل كل ده لا يعنينا في شيء، لأنه هو بيضرب مجرد أمثلة، يعني مش يعني شيء حصري. هو بيقول لك هو ما خصصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس. يبقى أي عقد القانون أطلق عليه اسم معين وتولى تنظيمه بين الناس لأنه هو شائع بالناس، هو إذن عقد مسمى. أما العقد غير المسمى هو ما لم يخصصه القانون باسم معين ولم يتولى تنظيمه، فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترتب عليه للقواعد العامة التي تقررت لجميع العقود، شأنه في ذلك شأن العقد المسمى. يبقى العقد غير المسمى هو على خلاف العقد المسمى، هو ملوش اسم معين حددوا له القانون. الأمر الثاني لم ينظمه القانون بتنظيم معين، ولكنه برضو زي العقد المسمى من حيث خضوعه، لأنه هو بيقول لك هنا هو ما لم يخصصه القانون باسم معين ولم يتولى تنظيمه،
فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترتب عليه للقواعد العامة التي تقررت لجميع العقود، شأني في ذلك شأن العقد المساوي. وأنا عايز هنا أوضح لحضراتكم أن كل العقود في القانون المدني سواء كانت عقود مسمى، يعني القانون أطلق عليها اسم أو نظم لها إجراءات، سواء كانت عقود مسمى أو غير مسمى، هي بتخضع في الأول وفي الآخر إلى مبدأ سلطان الإرادة. سلطان الإرادة ما بين المتعاقدين، يتفقوا على أي شيء هم عايزينه، ولكن مع احترام أمرين: النظام العام والآداب العامة. النظام العام والآداب العامة. النظام العام في القانون المدني نقدر نقول عليه إيه؟ إن هناك بعض النصوص، نصوص نص عليها القانون صراحة، زي مثلا الفوائد اللي هي الفوائد التعويضية والفوائد التأخيرية، والفوائد التعويضية تبقى كام والتأخيرية تبقى كام والكلام ده كله، وإنها تبقى 4% والكلام ده ولا تزيد عن ذلك. فدي إيه؟ في يعني في وبرضه في داخل العقد نفسه في شروط معينة نظمها القانون ممكن تؤدي إلى بطلان العقد كله، ممكن تؤدي إلى بطلان الشرط نفسه، زي ما نشوف بعدين. زي في شرط اسمه شرط الأسد. شرط الأسد ده اللي هو بيتكلم عن إيه؟ عن إنه يعني واحد يشارك في الربح ولا يشارك في الخسارة، وطبعا ده ما ينفعش، يعني اتنين متعاقدين مع بعض في شركة مدنية أو اشتروا مع بعض قطعة أرض أو عملوا أي حاجة مع بعض، أي تصرف قانوني، فتحوا محل مع بعض، عملوا أي حاجة، لازم يبقى المكسب والخسارة على الاتنين. ولكن في شرط اسمه شرط الأسد. شرط الأسد ده بيؤدي إلى بطلان العقد ككل. تمام؟ يبقى أي عقد في القانون سواء عقد مسمى أو غير مسمى، نظمه القانون أو ما نظموش، أطلق عليه اسم أو لم يطلق عليه اسم، كان من العقود المسمى أو العقود غير المسمى، هو كقاعدة عامة بيخضع لمبدأ سلطان الإرادة. وسلطان الإرادة لا يقيده إلا قيدين اثنين في القانون المدني. القيد الأول هو الإيه؟ توافقه مع النظام العام. القيد الثاني توافقه مع الأداب العامة. يعني ما ينفعش إن مثلا يبقى في وقتنا الحالي عقد رق، يعني واحد يبيع واحد لشخص. يعني ينفع مثلا واحد يعمل عقد يبيع بني آدم لشخص آخر؟ ما ينفعش، يتعارض تمام، حتى لو لم ينص القانون على ذلك. يعني ما يعني في بديهيات قانونية مش محتاجين ان احنا يحصل فيها نصوص، يعني انه منع الرق ده شيء عالمي، وبالتالي مش محتاجين نص فيه. تمام؟ يبقى كده احنا واضح بالنسبة لنا ايه هو العقد المسمى وايه هو غير المسمى. فيه العقد البسيط والعقد المختلط. العقد البسيط ده اللي هو يعني ايه؟ مثال لي البيع. والله انا هشتري منك القلم ده. تبيع القلم ده؟ ابيع القلم ده. بكام؟ بجنيه. انا اشتريت. اكتب العقد. يبقى إيجاب وقبول، رضاء متبادل بين الطرفين. عقد بسيط بينطوي على عمل واحد بس، شيء واحد بس. لكن في عقود بتبقى إيه؟ يعني زي فيها أكتر من فعل أو أكتر من التزام. يعني زي مثلا ايه، انا اتعاقد معاك على اني تبني لي تسوي لي قطعة ارض صحراوية مثلا، تعمل لها تسوية وبعد كده تحفر الاساس
بعد كده تطلع بعمارة، وبعد كده تقوم بعمليات التشطيب، وتقوم بعمل يعني ايه، يبقى انت هنا في اكتر من تصرف، اكتر من التزام، اكتر من فعل. فهنا ده اسمه عقد مختلط، في امور كتيرة مختلطة. وممكن برضو انك يبقى في العقد، يتضمن العقد ان انت تقوم بعملية بيع الوحدات السكنية دي، وانا اخد الفلوس بعد خصم النسب بتاعتك المتفق عليها في مقابل الاعمال اللي انت قلتها. فدي بتبقى ايه، بتبقى يعني عقود مختلطة فيها كذا تصرف قانوني. في برضو من التقسيمات للعقود العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد. العقد الملزم لجانبين والعقد يعني ايه العقد الملزم للجانبين؟ العقد الملزم لجانبين اللي هو يعني زي عقد البيع، البائع عليه ان يسلم الشيء المباع او المبيع، والمشتري عليه انه يدفع الثمن. يبقى في التزامات متقابلة، ده بيبقى عليه التزام وده عليه التزام. لكن في عقد آخر ملزم لجانب واحد بس، يعني شخص واحد عليه الالتزام، زي مثلا عقد، نضرب مثلا عقد الهبة. عقد الهبة يعني هو هنا بيقول لك إيه، عقد الهبة أو عقد الوديعة. الوديعة غير المأجورة، الوديعة غير المأجورة دي صورة أبرز، صورة أبرز للعقد اللي هو إيه الملزم لجانب واحد. يعني إزاي؟ يعني مثلا أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا معايا قرشين، رحت شلتهم عند الأستاذ فلان كوديعة غير مأجورة. يعني ايه غير مأجورة؟ يعني مش هياخد يعني اجر على الوديعة دي، مش هياخد اجر على الوديعة دي، هيحط المبلغ ده في الخزنة اللي انا هديهوله، هيحطها في الخزنة بتاعته ويشيله. يعني مثلا طلبته وقلت له شيلهولي شهر اتنين تلاتة، او شيل المبلغ ده لغاية لما انا اجي اخده منك. فهنا دي وديعة غير مأجورة، فبالتالي ده التزام من جانب واحد. يعني هو بيقول لك العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد. العقد الملزم لجانبين اللي هو بيبقى فيه التزامات متقابلة، المتعاقد ده بيبقى عليه كذا والمتعاقد الثاني عليه كذا، فالتزامات متقابلة. أما العقد الملزم لجانب واحد زي الوديعة غير المأجورة اللي هي إيه، زي ما أنا ضربت لك الوديعة غير المأجورة، ضربت لك مثل بيها إن مفيش إلا التزام واحد بس بيقوم بيه هو الشخص، الراجل اللي انا شلت عنده الفلوس دي كوديعة عشان يشيلها لي لفترة معينة او لغاية لما اروح واطلبها منه. يبقى ده اسمه عقد ملزم لجانب واحد. يبقى انا ما بعملش حاجة، كل اللي انا بعمله بديله الفلوس. مين بقى اللي هو عليه الالتزام بالعقد؟ اللي هو الشخص اللي هتتشال عنده الفلوس دي كوديعة غير مأجورة. تمام. في من صور العقود عقود المعاوضات وعقد التبرع. المعاوضات دي عشان برضو في عجالة لازم نفهم ايه المعاوضات. المعاوضات اللي هي يعني العقد مقابل عوض، يعني حاجة قصاد حاجة. يعني انا ببيع قطعة أرض، أو ببيع حاجة منقولة. البيع ده بيتم مقابل فلوس ولا لأ؟ بيتم مقابل فلوس. طيب أنا بأجر شقة، أو بأجر عمارة، أو بأجر قطعة أرض زراعية، بيتم مقابل فلوس ولا لأ؟ بيتم مقابل فلوس. يبقى إذا معناها دي عقود معاوضات. معاوضات يعني إيه؟ حاجة بعملها في مقابل عوض باخده، اسمها كده، حاجة بعملها مقابل عوض باخده.
بأبيع لك مقابل ثمن، بأجر لك مقابل قيمة إيجارية، تمام؟ لكن في عقود تبرع، عقود التبرع دي ما فيهاش مقابل، ما فيش حاجة اسمها إن عقد التبرع بيبقى ليه مقابل. طب احنا عايزين نضرب يعني مثال لعقد التبرع. عقد التبرع اللي هو من غير فلوس، زي المثال اللي فات، عقد الوديعة غير المأجور، ده معلوش فلوس. يعني هنا احنا بنقول ايه؟ ان كل عقد، عشان نبقى ماشيين بتسلسل، كل عقد في مقابل ليه، سواء كان مقابل فلوس او غير فلوس، ممكن يكون مقابل مش فلوس، المقابل المتفق عليه ممكن ما يكونش فلوس، واخد بالك، ممكن يكون اي حاجة تاني، لكن طالما ان في مقابل يبقى ده عقد من عقود المعاوضة، لو ما فيش مقابل يبقى ده عقد من عقود التبرع. ايه عقد؟ اي عقد في الدنيا ما فيهوش مقابل، ملوش مقابل، يبقى ده اسمه عقد تبرع. اي عقد في الدنيا ليه مقابل، ايا كان المقابل ده، يبقى عقد من عقود المعاوضة. ممكن يكون المقابل ده مش فلوس، ممكن يكون اداء عمل، ممكن يكون اداء عمل، ممكن يكون التنازل عن شيء معين، المهم يكون ليه مقابل. يبقى طالما ليه مقابل يبقى اسمه عقد معاوضة. ملوش مقابل، ايا كان المقابل ده، مش بالضرورة يكون فلوس، يبقى اسمه عقد تبرع. وقيس على ذلك اي عقد في الدنيا، يعني عارف عقد البيع ذاته، عقد البيع ذاته لو تم من غير ما، ولا ان هو الثمن ده ركن اساس في عقد البيع، بس افتراض مثلا، وده افتراض جدلي، لو انه عقد البيع ما القانون لم يشترط انه يبقى المقابل او الثمن ركن من اركانه، لو ما اشترطش كده كان ممكن عقد البيع ده اذا تم بدون مقابل يبقى من عقود الايه؟ التبرع. في عندنا برضو العقد المحدد والعقد الاحتمالي. العقد المحدد يعني اللي هو ايه؟ يعني برضو انا هقرا لحضرتك علشان اوضحه لك اكتر. العقد المحدد هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين ان يحدد وقت تمام العقد المقدر الذي اخذ والقدر الذي اعطي حتى لو كان القدران غير متعادلان. يبقى العقد المحدد هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد. يعني عقد بيع، أنا ببيع، بدفع لك ثمن، وأنت بتديني الشيء المباع، وممكن نتفق مع بعض على إني هديك الثمن على أقساط، وأنت هتديني برضو الشيء المباع ده على اقساط، يعني اذا كان يجوز الشيء المباع ده انه يقسط، بمعنى مثلا انا رحت لواحد نجار واتفقت معاه على اوضه نوم واوضه سفره واوضه صالون وانتريه ومطبخ وما اعرفش بكام بكذا، فدفعت له كذا، فكل ما اخد حاجه بدفع له كذا، يبقى ده العقد ده عقد محدد. محدد ازاي؟ بنحدد فيه الـ 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 الشيء نفسه وبنحدد وقته، حتى لو كان الوقت ده مقسم على أقساط من حيث دفع الثمن ومن حيث تسليم الشيء نفسه، واخد بالك؟ لكن في عقود احتمالية. زي إيه مثلا العقود الاحتمالية؟ زي عقد التأمين. عقد التأمين ده عقد احتمالي. احتمالي ليه؟ لأنه بتروح لشركة التأمين، شركة التأمين بتقول لك أنا هعمل لك تأمين لمدة 20 سنة، لو في داخل الـ20 سنة دي حصل لك كذا أو على حسب بنود الاتفاق،
عجز كلي، عجز جزئي، مرض، ما اعرفش ايه، يبقى انا بصرف لك ايه قيمة التأمين. تمام. طيب افرض عدت العشرين سنة، عدت العشرين سنة اللي هي محل الاتفاق، وانت كمؤمن عليه بفضل الله، تمام، سليم معافى، ما حصلش عندك اي مشكلة من المشاكل اللي هي تم النص عليها في عقد التأمين، يبقى اذا في الحالة اللي زي دي خلاص العقد لا يتم نفاذه. ليه لا يتم نفاذه؟ لانك انت متفق مع شركة التأمين ان اذا حصل لك مرض، اذا حصل لك عجز كلي، عجز جزئي، فقدت ممتلكات، يعني حسب الاتفاق اللي انت عامله، في الحالة اللي زي دي شركة التأمين بتدفع لك قيمة المبلغ التأميني، قيمة المبلغ التأميني. طيب العقد ده بيغطي كام سنة؟ بيغطي مثلا 20 سنة. طب عدت 20 سنة، طب ايه اللي هيحصل؟ يبقى خلاص كده انت العقد مدته انتهت، واصبحت الشركة في حل من انها تدي لك القيمة التأمينية او وثيقة التأمين المتفق عليها، على اساس ان مفيش اي حاجة من اللي متفق عليه حصلت. يبقى ده الفرق بين العقد المحدد والعقد الاحتمالي. في عقد فوري وفي عقد زمني. العقد الفوري ده اللي هو في الحال، يعني خد، يعني زي ما انت بتخش تروح تشتري حاجة من محل، واخد بال حضرتك، بتخش انا عاجبني القميص ده بكام، مثلا 200 جنيه، خد ال 200 جنيه هات القميص، سلام سلام، بس كده خلاص. ده اسمه هو مش مكتوب. خلي بالك ان احنا قلنا ان الكتابة مش بالضرورية انها تكون في كل العقود، ممكن تكون مجرد وسيلة اثبات بس، وممكن يستعاض عنها بامور اخرى. فانت لما بتخش تشتري حاجة من محل، اللي انت بتعمله ده في حقيقة الامر ده هو عقد، هو عقد. يعني انت ما بتخش تقول لما تشوف في الباترينا في قميص كويس عجبك بكام، ب 200 جنيه، ب 300 جنيه، بتخش عايز تشوف القميص ده مقاسي ولا مش مقاسي، مقاسي، طب بكام، ب 200، ب 300، طب خد فلوسك هات القميص، سلام عليكم. اللي انت عملته ده عقد، ولكنه مش مكتوب، زي ما احنا قلنا في الفيديو السابق انه مش كل العقود لازم تكون مكتوبة. الكتابة ممكن ما تكونش ركن في العقد، وممكن تكون ركن في العقد، وممكن الكتابة تكون مجرد وسيلة إثبات في العقد. ففي عقود فورية وفي عقود زمنية. عقود يعني إيه؟ بتتطلب زمن لحدوثها، زي عقد الرهن، يعني ممكن ترهن شيء لفترة معينة، بعد الفترة دي تسترد الشيء المرهون. تمام. يبقى ده الفرق بين، انا ده بحاول اقول لك الفروق بين، لان ده هنرجع له بعدين، الكلام ده هنرجع له بعدين في بطلان العقد وبطلان الإرادة والكلام ده كله، فاحنا لازم نبقى ملمين بالموضوع. طيب عندي هنا اركان العقد. هو هنا بيقول لك حصر اركان العقد. العقد يقوم على الإرادة، اي تراضي المتعاقدين، والإرادة يجب أن تتجه إلى غاية مشروع، وهذا هو السبب. فللعقد إذن ركنان، التراضي والسبب. إحنا دايماً على فكرة في غلطة بنغلطها، بنقول إن أركان العقد التراضي والسبب والمحل. لا، الحقيقة إنه أركان العقد هم التراضي والسبب، لكن المحل هو ركن في الالتزام لا ركن في العقد. يعني المحل يعني احنا تعاقدنا دلوقتي ايه مع بعضينا على عقد بيع، على عقد بيع، يبقى في تراضي وفي سبب. طب المحل نفسه اللي هو الشيء المباع، هل هو ده ركن من اركان العقد؟ الحقيقة لا، ده مش ركن من اركان العقد، ده مجرد ركن في الالتزام، ركن في الالتزام، مش ركن في العقد ذاته. العقد ذاته مكون من ركنين فقط لا غير، اللي هما ايه؟ الإرادة
أو التراضي والسبب. طيب نتكلم على الركن الأول اللي هو التراضي. التراضي، وجود التراضي وصحته. يوجد التراضي بوجود إرادتين متوافقتين، وإذا كان وجود هاتين الإرادتين يكفي لوجود العقد فإنه لا يكفي لصحته، بل يجب حتى يكون العقد صحيحا أن تكون الإرادتين المتوافقتين صحيحتين. يبقى هنا احنا قلنا في إرادة وفي سبب، دول أركان العقد. طيب خلي بالك عشان بدأنا بقى إيه ندخل في المسائل اللي بتثير نزاعات قانونية، زي مثلا عدم صحة الإرادة والكلام ده كله. واخد بالك احنا بنتكلم على انه أركان العقد هما التراضي أو الإرادة والسبب. لكن التراضي إيه أخباره كركن من أركان العقد؟ هنا بيقول لك يوجد التراضي بوجود إرادتين متوافقتين، ماشي، توافق البائع والمشتري، وإذا كان وجود هاتين الإرادتين يكفي لوجود العقد فإنه لا يكفي لصحته، بل يجب حتى يكون العقد صحيحا أن تكون الإرادتين المتوافقتين صحيحتين. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني مثلا ممكن واحد الاثنين موافقين أنا هبيع وأنت تشتري، لكن في واحد فينا قاصر ما كملش السن القانونية، أو واحد قواه العقلية غير سليمة، قواه العقلية غير سليمة، يبقى هنا في إرادة، لكن هل الإرادة صحيحة ولا الإرادة هي موجودة الإرادة لكن الإرادة مش صحيحة؟ فهنا إحنا هنبحث عن وجود التراضي وصحة التراضي. يبقى هنا لما نيجي نتكلم عن التراضي كركن من أركان العقد، إحنا قلنا أركان العقد هما التراضي والسبب، أما المحل فقلنا ده ركن في الالتزام عشان ما يبقاش في خلط بين الأمور وبعضها. فإحنا هنا هنبحث في التراضي، أولا وجوده، ثانيا صحته. طيب وجود التراضي، ويتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد. تمام؟ طيب هنا بيقول لك هنبتدي نتكلم بقى عن نتعمق شوية في الإرادة. أولا التعبير عن الإرادة. التعبير عن الإرادة، الإرادة بيعبر عنها إما الشخص الأصيل اللي هو يعني المتعاقد نفسه، أو الإيه النائب عنه، إما نيابة قانونية أو نيابة اتفاقية. نيابة قانونية يعني ولي أو وصي أو قيم، ولي أو وصي أو قيم. يبقى هنا التعبير عن الإرادة، هنخش الأول هنتكلم مع بعض عن التعبير عن الإرادة. تعبير عن الإرادة، مين بيعبر عن الإرادة؟ إما المتعاقد نفسه أو النائب عنه. طب النائب ده مين؟ إما نائب قانوني، يعني صدر بالنيابة أصبح نائب نتيجة أنه هو الولي أو هو الوصي أو هو القيم، واخد بالك، طالما أنه هو المتعاقد لم يبلغ السن القانوني، واخد بالك. فدي النيابة الاتفاقية. في النيابة القانونية، في النيابة الاتفاقية اللي هو الوكيل. تمام؟ طب التعبير الصادر من الأصيل اللي هو المتعاقد ذات نفسه، بيقول لك الإرادة ومظهر التعبير عنها، يجب التمييز بين الإرادة الكامنة في النفس والمظاهر الخارجية للتعبير عنها. طبعا دي مسألة نفسية، احنا بنتكلم هنا عن التعبير عن الإرادة. التعبير عن الإرادة بدون بقى الدخول في ايه
في مسائل جدلية، والنفس والكامن عن النفس ومش الكامن عنها، ولكن التعبير عن الإرادة عادة بيكون بالطرق اللي احنا عارفينها، اللي هي زي مثلا الكلام لمن يستطيع أن يتحدث بيعبر عن إرادته، زي الإشارة لمن لا يستطيع أن يتحدث، ولكن الإشارة يجب أن تكون مفهومة، وإن لم تكن مفهومة فيجب أن يكون هناك شخص يعني بيقوم بالترجمة. ومن الممكن أن التعبير عن الإرادة ممكن يكون بالكتابة، ممكن يكون التعبير عن الإرادة بالإشارة، يعني هز الرأس مثلا على سبيل المثال. كلها دي طرق تعبير عن الإرادة ممكن تصدر عن الأصيل. الأصيل اللي هو المتعاقد الأصلي، مش المتعاقد اللي هو الوكيل وكاء أو النائب نيابة قانونية أو نيابة اتفاقية. طيب كده احنا عرفنا التعبير عن الإرادة بالنسبة للأصيل بيكون إزاي؟ يا بالكلام، يا بلغة الإشارة، يا إما بلغة الإشارة اللي هي بالنسبة في ناس أكيد بتشوفوا حضراتكم في نشرة الأخبار بيبقى في لغة معينة، لغة بيعملوها مش عارف كده كده كده، يعني كده، يعني في لغة بيفهموها اللي هم متخصصين في هذا المجال. فممكن يكون بالكلام الواضح، ممكن يكون بالإشارة، لغة الإشارة، ممكن يكون بالإشارة نفسها إنه يعمل كده، ممكن بالكتابة إذا هو لا يستطيع أن ينطق ولكن يستطيع أن يكتب ويعبر عن إرادته. فدي كلها طرق للتعبير عن الإرادة من الأصيل.